بسم الله الرحمن الرحيم. وانا في سوق نزوة سعدت اليوم نلتقي باحد الاباء الكرام الاسم الكريم اسمي علي بن مبروك بن علي بن خميس الرميلي. الوالد علي اريد اسالك عن بداياتك في التجارة كيف كانت؟ والله التجارة اول سويتها الحمد لله الله تعالى طاني خير. مسوي لنا في السبعينات. اي نعم ما شاء الله. اي من السبعينات. نعم. والتجارة فيها ارباح وتبغى صدق وتبغى امانة. نعم. وتبغى خضاعة الناس. جميل. تبغى اسلوب. تبغى اداب. ممتاز. كيف كانت بداياتكم في السبعينات؟ كيف كانت التجارة؟ اول تجارة كنت نسوي. نسوي اول كان. نعم. ياتو عيش. من مال التسويق. نعم. مال التسويق. ايوه. زي ما الحكومة. نعم. كم عيش بسميته 90 كيلو. أوه ما شاء الله. إيه 90 كيلو كم كم 10 ريالات. ما شاء الله. إيه. جميل. 10 ريالات. أها. وخمسة كيلو. يعني 10 ريالات 40 كيلو تقريبا. 90 كيلو. 90 كيلو. 90 كيلو. يعني الرخص. إيه. إيه. مال باكستان. نعم. إيه. ما شاء الله. خمسة كيلو خلاص 100 جنيه 50 جنيه 100 جنيه. بعدين شفت ما في ما واجد مصلوح. نعم. بعدين قمت خمسة أجيب له بس 100. ايوه ما شاء الله. واجيب له بمربع. وقمت كذا مرة كم مرة جاء انوع. من اول من هي اول تجارتكم تجارت من مسقط. مسقط انا. نعم. ايوه وبعدين قمنا الناتق هذا بزارات. قهوة. قهوة سنوت. نعم. قرفة كل شيء ناتيبه. وكراتين. نعم ما شاء حليب. الله. حليب ناتيب 100 كرتون 50 كرتون. اها. اول ومسمى وقالوا هذا تونه قال تونه من الصفرة. نو ما شاء الله. الناتي لو 40 كرتون 50 كرتون. نعم. والناتي سمن. ما شاء الله. والناتي اي حاجه الناتيبه. ما الذي شجعك للتجاره؟ كيف شجعت التجاره؟ هل حد من ابائك كان يعني يمارس تجاره مثل لا أقاربك؟ ما حل تجاره الحمد لله الله تعالى خير ثاني. قمت اسعر مسقط. نعم. من مسقط قمت تمني 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 وبعدين قمت أزاع على دبي. نعم ما شاء الله. وقمت على الناتي بيت فرت كبار. جميل. نأخذ 100 جوني 100 كرتون. من كل نوع 100 من كل نوع من كل نوع 100 وكل مرة نأخذ 50 جوني سكر مرة 100 جوني عيش مرة كورة ومرة من كل نوع. قمنا الناتي أي حاجة من كل شيء. نعم. الناتي مسمى عطورات والناتي وطاي أي حاجة ماشي أبوي يبتيع قبناه. جميل. عم تملي الديارة. ما شاء الله. على خير. نعم. وتمشي الأيام تمشي الأيام تمشي الأيام. قمت له مرة قمت أبيع ما ورد قبل. خل بكر. كل من كل نوع. ما شاء الله. والحمد لله. الحمد لله. ويطلع الديارة فيها بركة. لاحظت كانت تبيع أول في السوق الداخلي. إيه. كنت أنا في السوق. أول في السوق. نعم. أبيع عطورات من أي نوع عطورات. نعم. من كل شيء كل. من تذكر من التجار هناك القدامى أيضا في السوق. قديم قديم سكن الله يرحمهم كله ما يتعالوا. أوه سبحان الله. إيه. من أول هنا كان أول هنا كان موسى موسى الكندي موسى بن سليمان الكندي. نعم. الله يرحمه. آمين. والشيخ يحيى. نعم. الله يرحمه. آمين. والقراط سليم. الله يرحمهم. آمين. والكمياني بذنتهم. الله يرحمهم. نعم. كلهم راحوا ما حبا تهلا باقي لتقطابه. جميل. والتجار السابقين هل كان بيكم تواصل تعاون في التجارة؟ تعاون هي نساعر كل شيء. مع بعضنا بعض بنصير بقولهم. نسمى نساعر وبقول نحمر بيت فورت. نعم. من هذا مخلو نسمى بيت فورت يخال محمد محمد هذا من هذا مخلو من وادي المعاون. ما شاء الله. ايه؟ ويجي هنا يعني يجي من هنا هي تروح الى دبي ونروح دبي. نعم. ويصايقوا هنا. وعلى نقول لهم ذيك الايام كم النقل تقريبا؟ نقل رخيص 600 ريال بس. ما شاء الله. التاديبه شاحنه تشتري 3000 ريال 4000 ريال. نعم. والتاتي شاحنه متروز بعدين يفضل غوازيك. اي نعم ما شاء الله. ايه. نعم. وتو تشل 10000 ما تطر السيارة. هي ما هي. غليت الأسعار كل شيء. غليت الأسعار والحمد لله. في السوق ذاك الداخلي متى وقت تجارتكم كانت؟ الصباح في النهار بس ولا في الليل أيضا؟ صباح نهبط. أها. نهبط الساعة 7. نعم. يفتح السوق. زين. ونطلع الساعة 12 ونص. أها. مرة أروح المسجد. ما شاء الله. صلاة الجماعة ما تفوتني أبدا. الحمد لله نعمة. خاصة الجامعة. الحمد لله نزيل. زين وبعدين نهبط الساعة مرة 2 ويفتح السوق وبرز على الساعة صلاة العصر. نعم. عاد من يجي صلاة العصر يجي واحد يقول قوم صلي قوم صلي مخليه نفر. هو ما شاء الله حكام. هي. كان أول سليمي. نعم. وبعدين هلا ابو مسمى ابو مخلين الحراس الخروصيين. نعم. يوم يجي الساعه 4 قال يلا قوموا صلوا قفلوا دقيقين ونقفل دقيقين ونروح نصلي الجامع. الحمد لله. اقول له
ونقع نرجع مره ثانيه على المره المغرب ندخل يلا نتقعد المغرب قال يلا قفلوا على خلاص نقفل نصير بيوتنا ونصير نصلي نعم ما شاء الله الحمد لله من اول مزحوم ذاك السوق كثير بالناس اللي يشتروا ما السبب يعني السبب احنا اول احنا كان ما كثرت التجاره ما كثرت اول احنا الناس الثمان من عطورات من كل شيء من المصريين من السودانيين من كل شيء يشتروا معنا الحمد لله نعم. والعمانيين وهذا ما نبغى يصير الخاص عاد لقيش يجي يشتروا معنا وما شاء الله والخير يطالع يعني ما تشتت التجاره اولا مركزه في مكان يعني مكان يعني ما شاء الله من سويت تجاره وحدكم تتابعوه وتشرفوا عليه وحدنا نتابع ما تكلنا على هندي ولا تكلنا على كل شيء نحن مستقيمين عليه وحدكم مستقيمين على تجارتكم التجاره تبغى صبر وتبغى امانه نعم. وتبغى ديانه وتبغى صدق وتبغى صدقات نعم هي معك هي. هل درب اولادك ايضا على التجاره؟ التجاره تو درب ولدي نعم ولدي هذا يسمى وليد بن علي وليد ما طايق التقاعد وقال لي بابا كنت عذران وابغى الدكان قلنا اهلا وسهلا جزاه الله خير انا علي افتح لك البوك بس اي نعم ومستمر يعني ويتعلم منك ويستفيد وكذا وبعد احسن عني بعد اتعلم من ابو عن خبره عاد يكمل هي خبر هنا الحمد لله نعرف كلهم الشياب راح ايش تتذكر من قصصك في التجاره؟ من التجاره يعني يوم كنت تروح مثلا دبي هل هناك صعوبات لك في الطريق؟ ماشي صعوبات ماشي صعوبات ماشي كم يوم تاخذه الى تروحه؟ اول انت يومين يومين هي نعم اول كان بز على هذا اول سليم والقراد والكميانيين وموسى الله يرحمه وهذا مقاله الشيخ يحيى الشيخ يحيى الله يرحمه كلهم هلا ياتوا مسمع على الركاب اول او ما شاء الله على الركاب ويتم يمكن 15 يوم من دبي اهلا شو قبل تجي السيارات يعني استعمل هذا قامت تجي السيارات للبيت فرتك الكبار كان طريقة الركاب يشلوا قوافل ولا كيف؟ القوافل ياتوا بز يخلين ثياب بز ايه ثياب بز جميل هي بز هذه يتم 10 ايام وهيك هناك ما شاء الله بركند هذا الركاب داخل في السوق من وين طريقهم يطلعوا من يزوي؟ من هنا عبري من عبري حد يروح طريق وادي كلبوه يعني اتجهوا وادي كلبوه هو صار ماشي طرق ماشي طرق ولكن سالكه طرق سالكه هي سالكه هي معروفين صار هم وين تستريحوا عبي يوم كنت طلعوا من هنا استراحتكم اللي يروحوا بركاب مثلا مركب مره يروحوا يستريحوا مره قرب كباره نعم ومره قرب بهله نعم وهذا مقالو اسمه هذا البريمي ولا البريمي ما في ربيع اهنا في القابل في القابل اربع مرات يستريحوا كل حاجه ما شاء الله مرتاحين وكل شيء لكم صحه نعم اي حاجه كل شيء زين انت ما شاء الله استمريت في التجاره وكذا ما الذي شجعك تستمر مستمرة وحدي على يعني كيفي نعم وبعرف الحساب انا ما متعلم يوم احسب لك مرة مرة الكتروني مرة ما شاء الله ماشي كما بيقال مال هذا بخلطة وكذا وكذا انا لاحظ التجار انهم طريقة في الحساب غير تختلف عن الاخرين اي شيء هذاك نكون هذا يحسبوا شيء منهم بيس كيف طريقه يعني؟ طريقه كان تشرب 100 ريال 100 ريال زين وقلع 10 انواع سامان يحسب لك يقول لك كذا وكذا 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 يقوم يسوي كم الرمي كم القهوه نعم يحسب كم القهوه نعم ما شاء الله 10 ريالات اسوي هني ل 10 12 ريال اسوي هني ريالين هني ل 10 نعم ما شاء الله بالقهوه جميل اي وكل مره بالمسماس بيس السودات ايوه مال باول الزمن السودات هذا الغازي الغازي نعم زين ما شاء الله قالوا تك هذا بس قالوا غازي وكم ما البرغش اول كان قيس صرف نعم قيس صرف هندي نعم وصرف هندي وبعدين قيس هذا صرف بيس نعم من بغازي نعم من سيد برغش نعم بو تك تك بو هذا مال صفره نعم اي وبعدين استوى القرش الفرنسي نعم وبعدين قيس صرف السعيدي نعم ما شاء الله من صرف السعيدي جي مرة عادي الله يرحمه قابوس عاد سوى هوا الريال الريال العماني اي نعم إيه. وتو ماشي وعاد تو كله اي نعم مش على زين على هوا التجارة ما شغلتك عن حياتك الاجتماعية واسرتك لان بعض الناس يقول لك التجارة تشغل لا ما شغلتك ما شغل حق استخامتك نعم كان مستخيم وبيتك موفر انه نعم وكل شيء نعم كان احد يتابعك يوم تطلع من السوق تهبط من البيت تقول من الاولاد مو تبغيو مو تريدو مو كل شيء نعم خلنا نبغى كذا كذا انا اشتريه
ويطلعوهم على حد يطلعه ونقول حتى ناس يدك يعني. نعم ما شاء الله الحمد لله مرتاحين امور صله الارحام كل شيء. اليوم نصير السعاده ايوه عزه مثلا كم من السعاده قال ميت فلان ماشي حازم ما اسيل له. ايه ما شاء الله. إيه. يعني ما اثر على تجارتك ولا شيء. ما اثر على كل واحد وبس اقربه من اصحابنا ما شيء. نعم. اسير ونكون جنازه الحمد لله نروح. نعم الحمد لله. والصلاه ما تفوت صلاه ابدا. الحمد لله الله يتقبل. الحمد لله رب العالمين نشكر ربنا وما حد ما يعرفنا. صدق. ما حد ما يعرفنا ابدا من الشرق او من المغرب. اخلاقك حسن ومعاملتك. ومعاملتي زينه ومن قلب العلم بالخلون نعرفهم. اي نعم. وقالوا علمنا زين لمن يؤسس تجاره الان بماذا تنصحه؟ انا ابو تجاره تبغى صبر. نعم. تبغى اخلاق. ما تبغى نطيط، ما تبغى وتبغى راس مال. نعم. تبغى اول حين راس مال. وتبغى ديانه. وتبغى صبر. وانا اقول التجاره فيها بركه. نعم. هذا التجاره فيها بركه. الرسول مبارك فيه عليها. اقول له ما شاف فايده تصيروا منا ومنا وكذا. نعم. احسن عن شغل العمل مال الشركات مال الحكومه احسن. نعم. تجارة فيها بركه. نعم. زين ايش اكثر المواسم اللي يكون عندكم ناس تقبل اكثر؟ والله من خلال تجربتك كل شيء يبو حق قعدت عاد هو بيمشي بيمشي من عندك جيبه وما ما يمشي ما تجيبه. نعم كذا يعني بيمشي من عندك. وعلى الطلب. نعم. كنت تجيبه. بالكمية. نعم. وما ما يمشي. نعم. ما تعاوده. ما شاء الله. نعم. هذا. ما شاء الله سوق نزوة معروف يعني تاريخيا. تاريخ. ومستمر يعني قوته التجارية. ما الذي يجعله يعني مستمر بهذه القوة التجارية؟ التجارية هذا الأول الشياب اللوليين. عليهم أخلاق. نعم. عليهم طيبة. نعم. أنا قدي علي بخميس. نعم. قدي علي بخميس معروف. نعم ما شاء الله. إيه معروف عند سلمى بن حمير. سلمى بن حمير أي يبغى حاجة. قال سيم عندي ولدي عند علي بخميس. نعم ما شاء الله. نعم. إيه نعم. نعم ما شاء الله. ما يخوز يدك على سادة واحدة. إيه نعم ما شاء الله. في حصن. إيه نعم. حصن حصن بهلة. إيه نعم. حصن تنوف. تنوف إيه نعم. وما يقول هو ما حد يعطي حد دلال لا علي بخميس. نعم ما شاء الله. إيه إنه مس على قدي أنا مستقيم. إيه نعم. ومتعلم. إيه نعم صدقت. وما شغله من هوا وأمين. إيه نعم الحمد لله. وإحنا تابعنا على هو على هذا النهج القوي. على هذا النهج. نعم. على سيرة شيابنا. إيه نعم الحمد لله. مس تو الشباب وتو طايشين. نعم. ما تعرفهم. صدقت. إيه وهذا. إيه كذا صار فيهم كذا وفيهم كذا. فيهم كذا وفيهم كذا. إيه نعم. إيه. ما شاء الله شيء منهم فيهم اخلاق. وشيء منهم ما فيهم اخلاق. اي صح. إيه؟ عم تلقى ناس مثلا بيمارسوا تجاره وكذا تقدم لهم نصائحك وخبرتك وكذا. هي قال اقول له يا اولادي هذا التجاره تبغى صبر. نعم. ما تقول اليوم انا ما بعت شيء. اليوم تبيع وبكره ما تبيع. نعم. بكره تبيع ومره. نعم. تبيع ساعه تبيع وساعه ساعه ما تبيع. لان تلاحظ احيانا الناس يفتحوا مشروع وكم من شهر ويغلقوه ويكنسلون. لا لا لا. التجاره تبغى صبر. نعم. وتبغى اخلاق. نعم. زين ايضا اريد اسالك ناس يوم يبدوا التجاره هل افضل يبدوا بالشيء البسيط ثم ينميوا ولا يبدوا بشيء قوي ويدينوا ياخذ ديون وكذا؟ لا ماشي ديون. اها يسوي الله يسلم حالك ويمشي عندك. وكل شيء وعلى طلب. نعم. خذ عندهم شيء خليه. نعم. كم عندك 200 ريال كم. عندك 1000 سرب 500 خليه مكاني. اها اي نعم. انه مو على طالب كم ماشي ياخذ لك انا ما ما باع تقول هلا غوازيكو. اها نعم. بالكيش. نعم. ناخذ بالكيش. نعم. بعدين عندنا ناخذ بالقمله قصرا. نعم. شهر مره 10 ايام مره 15 يوم. نعم. نضرب بالتليفونات تعالوا شلوا غوازيكم. جميل. ومن خلقت لا نحيد والي. ولا نحيد شرطه. نعم. ولا نحيد قاضي. مستقيمين. نعم. بعدهم هم بعده هاو بسمان يجي يتشكم معنا. نعم. ونسد بينهم. اها. اي. ايضا انا لاحظ بعض التجار يقول اللي يخسر تجاره انه الانسان يصبره يعني انه يشتري وما يدفعه وبعدين يدفعه تروح تضيع تجارتنا. هل هذا كلام صحيح؟ يعني هذا بسمة التجاره الرجل وباغ تصبره تعرفه. شفت عينه. نعم. انا اعرفه شفت عينه ان هذا. قال علي باغ اصبرك. زين. اقول له ما صبر اشوف اقول له ما صبر. جميل. ما اصبر. أه. انا حرف هذا. إيه تبغى تشتري انا ما تبغى تشتري. جميل. أنا في السوق عندك. ممتاز. اقول له. مسميات التجاره ما تبغى مال هاي. اها ادخل هوا قمت طافيها ب10 وما يفيد
أو تعطيه بمية ما يفيك وتعطيه بخمسة ألف يروح رأس المال. إيه رأس المال راح. نعم الحمد لله أنا في التجارة على 70 سنة. زين. نعم. وما حد اشتكاني. والحمد لله مرتاح. خير عندي واجد. كل شيء سوينا تجاكين سوينا بيوت. نعم. الحمد لله رب العالمين وما حد يتالبنا. الحمد لله نعمة. جزاك الله خير سعدت بالحديث إليك. بارك الله فيك. آمين. الله يحفظك.